وصلنا ميسان لمساحتنا الطبية، واليوم رح نحكي عن موضوع شائع جدا، آلام الظهر والعمود الفقري اللي عم تشكل عائق حقيقي أمام بعض الأشخاص بحياتهم اليومية. شو هي العلاجات والحلول لعلاج آلام الظهر؟ اليوم رح نتعرف عليها عن طريق الحقن الموضوعي مع دكتور تامر أمير تامر، أخصائي بجراحة الأعصاب. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. يعني مثل ما ذكرت زينب بالبداية، دائما آلام الظهر هي الشكوى الدائمة لثلاث أرباع شعبنا، فينا نقول يمكن بسبب حياتنا اليومية، ممارساتنا الغلط يلي منعيشها بشكل يومي. حكينا عن موضوع الحقن بالإبر، الحقن الموضعي، هذا العلاج خلينا نتعرف عليه أول شيء. هلا الحقيقه ليكي، موضوع آلام الظهر اشيع مما نتخيل. يعني حتى احصائيا بكل العالم 90% من البشر رح يعانوا من آلام بالظهر بمرحله ما من عمرهم، بشدات او لفترات مختلفه. فهو من يعتبر من اشيع انواع الامراض اللي ممكن يعاني منها الانسان. هلا بدي اجي لنحكي على الحقن الموضعي، بدنا ندخل من موضوع تعريف الالم. هلا الحقن الموضعي متعارف عليه بالترجمات العلمية انه هو مثلا اجراء لتسكين الالم. ونحن بنعرف يعني معظم المرضى لما بيجي يا دكتور، خاصة بالحالات المزمنة اللي بتصير استطباب لهي الاجراء، انه انا ما بدي ادوية بتسكن، بدي ادوية بتعالج، ما بدي ادوية تروح لي الوجع، لا بتحمل الوجع انا ما بدي. هلا هون بدي اجي لمفهوم الالم لحتى نفوت ليش نحن بنعمل احيانا حقن موضعي ما بنعطي حبوب مثلا. مفهوم الالم التعامل معه كثير ضروري الناس تفهمه. الالم ما هو مرض بحد ذاته. الالم هو عرض. الالم هو صفاره الانذار تبع الجسم. يعني يوم اللي بيكون في عندي الم ففي انذار انه في مشكله ما في مكان ما، حسب مكان الالم. فهون نحن الألم هو وسيلة الجسم ليخبرنا أنه في عنا مشكلة. هلأ دائما التصرف الصحيح لما بشتغل عندك أي جهاز إنذار أنه أنت بتطفي جهاز الإنذار وبتحولي على محل على مكان المشكلة لتعرفي وين هي وتبلشي تحليها. هلأ تطفي الإنذار أو تروحي الألم بدون ما تعرفي وين المشكلة أو تغطي عليها مثل ما بيقولوا، هي مشكلة تانية، هي صارت مشكلة تانية لأنه رح يرجع يشتغل الإنذار بشكل أكبر. أوكي؟ وانك تشتغلي بدون ما تطفي صفارة الانذار كمان هو مشكلة كبيرة. ونفس الشيء بالألم، انه نعالج نحن من دون ما نسكن الألم ممكن الوضع يتفاقم. كيف؟ كثير من الناس بيقولوا لي انه انا مثلا ما بدي اخذ مسكنات تحمل الوجع. لا، الألم له دور محدد، نحن عرفناه انه وجهنا لوين المشكلة، فنحن هلا بدنا نغطي الالم لانه الالم المزمن ممكن يرفع الضغط، ممكن يساوي في حاله بالجسم بسبب المواد الكيماويه اللي بتنفرز ممكن تسيء للموضوع، فلازم نسكن الالم لانه جزء من العلاج. لا، هون بيكون تسكين الالم هو جزء من العلاج اللي بيتقدم للمريض. الالم بكثير من الحالات هو كمان جزء من العلاج بطريقه تنبيهه. يعني لما بيتشنش ظهرك او بنقول والله انا صار عندي تشنج برجلي او رجلي مثلا تعرضت لوثي، صار في تمزق بمفصل الكاحل، فهون نحن لما بيصير في الم، الالم هون هدفه انه ما نمشي على هذا الطرف لحتى يرمم حاله، ما نستخدم هذا المفصل لحتى يقدر الاربطه تترمم وترجع تتشكل من جديد لحتى تستعيد وظيفتها. هون كمان لما نسكن الالم بدنا نكون دايرين بالنا انه نحن قمنا بدوره، يعني حطينا ثبتنا المفصل بالطريقه الوظيفيه وبعدين بنسكن الالم طبعا مشان الاسباب اللي حكيناها. هون بدي فوت انا بموضوع الحقن الموضعي. الحقن الموضعي بيشتغل على موضوع انه نحن منعالج هاي المنطقه وليس منسكن الالم، بالرغم انه نحن علميا بنسميه تسكين الالم، ونقوم بنقل المادة المعالجة بغض النظر شو هي، شو الخطة اللي من وراء الحقن، إلى المكان المقصود بالعلاج. سواء عم نحكي على وجع الظهر، وهون في كتير في خلط بيناته إنه شو سبب وجع الظهر، هل هو العظم، هل هو الغضاريف الموجودة، هل هو المفاصل الموجودة بين الفقرات، أم هو العصب نفسه، أم هو النسيج العضلي اللي قايم فيه. فحسب السبب هون بيقوم بإجراء الحقن.
نعم. يعني كنا بدنا نسألك دكتور كمان عن الحقن الموضعي، هل يعني يصح على كل الحالات أو هناك تحاليل لبعض المرضى ممنوع أنه يكون في حقن موضعي، وهل فيها كورتيزون أو ما فيها كورتيزون؟ دائما العالم تسأل. طبعا هلا نحن بدنا نجي لهذا الحديث. طبعا أنا رح كمل اللي بدأته بالجواب الأول، لأنه فعلا في كتير لغط على الموضوع وفي كتير أفكار مشوشة عن الموضوع، خاصة لما بتقولي له المريض والله بدنا نعطيك إبرة بظهرك، لك لا إبرة بظهري أنا لا العصب ليقوم يصير معي شلل ليقوم. طبعا هاي موروثة، رح تستغربوا أنه نحن هاي ورثانينا من أيام السبعينات والستينات، أيام ما كنا نعطي مادة ظليلة ثقيلة لحتى لأغراض تشخيصية. حاليا ما عادت موجودة هاي الاختلاطات بهاي الكمية الكبيرة. طبعا نحن الحقن أساسا ما عم يكون على العصب، فكتير في تشويش وخلط عند الناس بين أنواع الإجراءات العلاجية. حقيقة مو كل ألم ظهر بده حقن بالإبر، هن قلة قليلة جدا من الحالات منطقات اللي نحن منوصل فيها لمرحلة العلاج بالحقن. قلنا نحن ألام الظهر إلى أسباب عديدة، بدها تتصنف الأسباب، تتجدول شو هو الخيار الأمثل. 90% من الناس اللي عندهم آلام عمود قطني بيستجيبوا على الراحة والعلاج الدواء ليوم. طبعا آلام حتى بكل آلام العمود الظهري بيستجيبوا على الراحة والعلاج الدوائي، كمية منه ممكن أو نسبة قليلة منه ممكن تروح على العلاج الفيزيائي بالحالات المزمنة. وهي ضروري نعرف أنه نحن العلاج الفيزيائي هو للحالات المزمنة وبالتدريج ممكن نعالجها. الأقل هن الفئة المرشحة لإجراء الحقن الموضعي. طبعا دائما أي إجراء طبي هو ضمن خطة. نحن أول شيء بلشنا بالعلاج المحافظ، اطمننا أنه الألم عم يدلنا على مشكلة ما فيها شيء خطر، ما فيها شيء أزية على العصب، مثلا عنا ديسك كبير ضاغط على العصب عم يساوي ضعف بالرجل. هون ما فينا نسكن الألم بس لهدف تسكين الألم، ما فينا نقوم بإجراء حقن فقط لأنه بدنا نروح الألم، لا لازم نحل المشكلة ونحرر الجذر العصبي. هون بيكون صار في ترشيح لبعض الحالات لإجراء الحقن الموضعي. والحقن الموضعي هون ناس بتقول إنه أنا ما بدي مثل ما قلت تسكين ألم، فنحن ليش عم تعطيني كورتيزون؟ الكورتيزون هو مضاد التهاب ستيرويدي بالتعريف العلمي، مضاد التهاب ستيرويدي وليس مسكن ألم. لا يحصر ولا يمنع نقل الإشارات العصبية، هو إجراء علاجي، هو يبطئ أو يكبح العملية الالتهابية اللي جارية بالعمود القطني أو بالعمود الفقري بأي مكان كان. شو يعني العملية الالتهابية اللي بتصير؟ إحنا لما منحط رقبتنا بوضعية مثل وضعية هاي بيصير في شد على عضلات وفي عضلات ترتخي، بنضغطوا بعض المفاصل اللي بالفقرات الرقبية وبتنشد المفاصل الثانية. الجسم بيضل عم يعاود 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة، بعدها بيصير في تمطط بالألياف المفاصل بجهة وفي انضغاط بالغضار بالسطوح المفصلية بالجهة الثانية. هون بيصير عنا تنبيه ألمي إنه نحنا بلشنا نستهلك بشكل زائد هاي المنطقة على مرة على مرتين على ثلاثة. هاي التمزقات المجهرية والانضغاطات بتصير مزمنة وبتبلش تحتاج آليات التهابية معينة لترميمة. شو يعني آليات التهابية؟ يعني بصير فيها تدفق للدم زائد، بصير فيه كريات بيض بدها تستهلك النواتج التنكس أو التحطم اللي صار بهاي الألياف وتبني ألياف جديدة. هاي الآليات الالتهابية المزمنة على مدى بعيد بتساوي لنا الآلام المزمنة اللي ممكن نحسها برقبتنا مع الزمن أو بأسفل ظهرنا كمان مع الزمن. هون نحن قلنا أول شيء منعالج بأنه نوقف السبب الوضعيات الخطأ، ثاني شيء أنه نعمل علاج دوائي خفيف، نعطي الأدوية اللي بتصبت هاي الآلية الالتهابية اللي حكيناها، لأنه مع ببعض الحالات تكون الردة فعل الجسم أكبر من السبب اللي صاير، فمنوقفه سواء بالأدوية المعروفة كمضادات الالتهاب الغير ستيرويدية واللي كمان ناس بتسميها مسكن وهي ما إلها علاقة بالتسكين. ووقتها منعطي مسكنات
اللي هي السيتامول او المسكنات المركزيه شو ما كانت. السبب بهي المسكنات انه نحن بدنا نروح الالم لحتى نخلي العضلات ترجع لوضعها الطبيعي وتخفف من اليه التشنج اللي صايره. بحال ما استجاب وعلاج الفيزيائي ما استجاب، منقوم بنقل وتثبيط الحاله الالتهابيه بطريق حقن الكورتيزون. عوض ما نعطي الكورتيزون بشكل عام ويدور بكل الجسم، بنحاول يكون تأثيره بشكل مباشر على هي المنطقة، بحيث انه يكون البيك او قمة التأثير هي بالمنطقة المراد اصلاحها او علاجها. طبعا هذا هو التسكين، الحقن الموضعي للكورتيزون، والهدف منه بشكل مبسط. في عالم يمكن بتخاف من موضوع الكورتيزون مثل ما قلنا، حضرتك ذكرت انه بدل اعطائه بيكون يمشي بالدم انه هو بيكون بمكان محدد. تاثيرات الكورتيزون هون هل بتكون مثل تاثيراته اذا كان اتاخذ كدواء فموي او لا؟ لا طبعا، اول شيء ليك هو اكيد عم ينحقن بالعضلات والانسجه وسوف يمتص. تمام طبعا، ولكن استخدامه بجرعه واحده ونستفيد منها بشكل، هذا الحكي غير علمي بس للتبسيط للناس، انه انا عم اعطي جرعه واحده فعم استفيد باكبر كميه ممكنه بهي المنطقه، لما بحقنه بهي المنطقه باكبر كميه ممكنه وتركيز اعلى بهي المنطقه، افضل من انه اعطيه بشكل جهازي واستنى انه ليوصل بتركيز كبيره ويوصلني للمرحله العلاجيه بدي جرعات اكبر ووقت اطول. ونحن هون بنكون اختصرنا مده العلاج بهذا الدواء. طبعا هو الدواء له تاثيراته الجانبيه اكيد ما لنا مختلفين عليها، بس نحن في مبالغه بالتعاطي مع تاثيراته الجانبيه للاسف، مثل ما كان في قبل مبالغه باستخدامه بشكل عشوائي. يعني فينا نقول ايجابياته اكثر من سلبياته بالاستطباب الصحيح. بالاستطباب الصحيح طبعا. نحن بنتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله يعني بنتمنى دائما السلامه للكل، لكن الوجع لابد منه بسبب حياتنا اليوميه، دائما الطبيب المختص تواصلوا معه واتبعوا تعليماته. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتور للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا.